تختلف سحابة كثيفة من الضباب مدينة صوفيا البلغارية أكثر العواصم الأوروبية تلوثاً وفق التصنيف الأخير للوكالة الأوروبية للبيئة الذي ارتكز على معدل كثافة الجزيئات الدقيقة المعروفة باسم PM10 في الجو. ويتسبب التلوث بأمراض عدة في الجهاز التنفسي قد تؤدي إلى الإصابة بسرطان الرئة. الناشط البيئي إيفو ديلين يهوى ركوب الدراجة الهوائية وهو اليوم قلق في شأن صحته. أركب الدراجة في صوفيا منذ 15 عاماً، اعتدت وضع قناع خلال التنقل على الطرقات غير أنه لم يعد ذات فائدة كبيرة، فنسبة تلوث الهواء اليوم تتطلب وضع الأقنعة الواقية من الغازات وليس مجرد أقنعة خاصة بالتلوث. وتقيس محطات متخصصة معدل تلوث الهواء في المدينة والنتائج قرب أحد الشوارع المزدحمة هنا مثيرة للقلق. يقاس التلوث لحظة بلحظة ثم يحتسب المعدل اليومي، والحد الأقصى المسموح به في يوم واحد هو 50 ملغراما لكل متر مكعب. عتبة يوصي الاتحاد الأوروبي بعدم تخطيها لأكثر من 35 يوما في السنة، غير أن شاشات المراقبة هنا تشير إلى معدلات تكاد تفوق بمرتين الحد الأقصى المسموح به. وموقع صوفيا الجغرافي على سهل مرتفع وسط الجبال يسهم بتركز التلوث في المدينة خصوصا لدى تكون الضباب، غير أن الحكومة ترى في حركة النقل المسبب الرئيسي للتلوث. وسائل النقل مسؤولة عن حوالي 70% من التلوث في صوفيا، وأكثر من 20% من التلوث ناتج عن دخان مدافئ الحطب في المنازل، بينما مسؤولية القطاع الصناعي محدودة. ويأمل الاتحاد الأوروبي في تحقيق خفض ملموس لنسبة التلوث بالجزيئيات، وهو رفع دعوى قضائية ضد بلغاريا التي قد تضطر إلى دفع آلاف اليوروهات عن كل يوم تتخطى فيه معدل التلوث المسموح به أوروبياً.